السلام عليكم أحبتي مشاهدي العراقي الرياضيين لما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كنوز الرياضية. أحبت المشاهدين، رحبوا معي بنجم نادي الطلبة والمنتخبات الوطنية الكابتن كريم فرحان، فأهلا ومرحبا بك كابتن. شكرا جزيلا أستاذ صباح. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لك ولبرنامجكم كنوز الرياضية وإلى قناة الرياضية العراقية. أهلا وسهلا بك، أنا سعداء بحضرك سابقا. الله يبارك فيك، أنا الأسعد. يا لبي. أحبتي المشاهدين، لنتعرف على ضيف هذا اليوم، تعالوا مع نشاهد التقرير التالي. شهدت الكرة العراقية نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم ببروز نادي الجامعة ومن نجومه البارزين كريم فرحان الذي ولد عام 1955. كانت بدايته بكرة القدم مع فرق المدارس، ففي عام 1971 انضم إلى مركز شباب الأعظمية، وبقبوله طالبا في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد أصبح في عام 74 أحد لاعبي منتخب جامعة بغداد، وكذلك نادي الجامعة الناشط في دور الدرجة الثانية آنذاك، وشارك في تأهل النادي إلى مصاف دور الدرجة الأولى موسم 75-76 بقيادة المدرب جمال صالح الذي يعتبر صاحب الفضل الأكبر في مسيرته الكروية. حصل مع النادي الذي تغير اسمه عام 78 إلى نادي الطلبة على بطولة الدوري موسمين متتاليين عام 80 وعام 81 مع المدرب الراحل عمو بابا، وعام 81 وعام 82 مع المدرب جمال صالح. وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، مثل ضيفنا منتخب شباب العراق عام 77 أثناء فترة الإعداد للمشاركة في بطولة شباب آسيا في طهران، لكنه ابتعد عن المنتخب للإصابة. وفي ذات العام أحرز مع المنتخب الوطني باء على المركز الثاني في بطولة مرديكا في ماليزيا تحت قيادة المدرب جمال صالح ومساعده أكرم سلمان. وفي عام 78 أحرز مع منتخب بغداد كأس بطولة الجمهورية، وفي ذات العام دعاه المدرب عمو بابا لتمثيل المنتخب الوطني الأول في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة التي جرت في بانكوك، وكذلك في دورة الخليج العربي الخامسة التي نظمتها بغداد عام 79 و900 وألف، وأحرز لقبها المنتخب العراقي إلى جانب الفوز مع المنتخب العسكري بكأس العالم العسكري التي أقيمت في الكويت عام 79. وفي عام 82 أعلن اعتزاله اللعب بسبب الإصابة، ليتجه بعد ذلك إلى التدريب مع الفئات العمرية لنادي الرشيد عام 88، ثم مساعدا للكابتن داود العزاوي مع منتخب ناشئي العراق عام 90، والمرحوم عامر جميل عام 93، ثم مدربا أول لمنتخب الناشئين عام 95، ومدربا أول لمنتخب الشباب عام 96، وما بين عامي 97 و900 وألف وعام 2000 احترف التدريب في كل من ليبيا والأردن. أما عام 2005 قرر العودة إلى الوطن لقيادة عدة أندية محلية في الدوري الممتاز، ومنها نادي الصليخ ونادي الشرطة ونادي الكهرباء. بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة في حياته الكروية، وهي مرحلة العمل الإداري مع المنتخبات الوطنية ولجان اتحاد الكرة العراقي، حيث عمل مديرا إداريا لمنتخب الناشئين في تصفية ناشئة آسيا في اليمن عام 2009، ومع منتخب الشباب في بطولة شباب العرب في المغرب عام 2011 والأردن عام 2012 وبطولة شباب آسيا في نفس العام ونهائيات مونديال شباب العالم في تركيا عام 2013.
ومع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا للأعوام 2014 و2016 و2018، كما تواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وعن عمله في لجان اتحاد كرة القدم، كان له الفضل في عودة قائمة الدورات التدريبية التي يقيمها الاتحاد الأسيوي في العراق. سنوات من العطاء عاش معها النجم الطلابي متألقا فوق الأديم الأخضر، لاعبا ومدربا ومشرفا. لبرنامج كنوز رياضية، أحمد عمر. كابتن، شفنا ما شاء الله مسيرة عامرة بالإنجازات. الحمد لله والشكر. يعني فشينا عن ذكريات نشوفها. طبعا أصابتني الغبطة صراحة، لأنه رجعتنا إلى 50 سنة و40 سنة و30 سنة، وجاي أشاهد تاريخ حياتي يمر أمامي، من كنت لاعب إلى مدرب إلى مدير منتخبات إلى مدير فني، حيث امتدت سيرتي الرياضية الاحترافية احنا اللي نقول عليها. نعم. بحدود 50 سنة، من 71 إلى 2022. ما شاء الله عليك. وإذا ضفنا لها ما الفرق الشعبية والمدارس. تتحب الفرق الشعبية؟ أي نعم. ذكرياتها جميلة الفرق الشعبية. بدينا من 61، يعني بحدود 60 سنة بهذا الكار. كنت تساهم بالفرق الشعبية من ناحية المبلغ ولا المساعدات هاي اللي كانت تقام؟ طبعا صراحة حالي حال معظم اللاعبين، هو من الأزقة والشوارع والفرق الشعبية وبعدين المدارس. بقى تاريخ الفرق الشعبية مو طبعا المفروض ما ينقرض بهالطريقة هاي. يعني الفرق الشعبية قبل كانت هي الأساس لرفض المدارس والأندية. تمام. فكنت أنا صراحة بديت بالفرق الشعبية ومن عمري تقريبا يعني 5 سنين. هاي الصورة نشوفها كابتن. نعم. هذه ملعب القاهرة بحي القاهرة الدلفية، وياي حاليا الدكتور ماهر عواد. نعم. وهنا أنا أريد أعلق صراحة، هذه اللي إحنا في ملعب واللي خلفنا ملعب آخر لداينامو بغداد، يعني في هاي المنطقة. ما الدكتور قادر زينب؟ عبد القادر زينب. وبهاي الصورة خزان الماء موجود. موجود. حاليا للأسف هذه الساحات ملعب الشعبية صارت سكن. كل الملاعب الشعبية تقريبا معظم الملاعب الشعبية راحت، لذلك الدرامات يعني المستوى. فأول ما بديت مع فرق الشعبية نجوم الانتصار. هذا فريقكم كابتن؟ اي نعم، نجوم الانتصار والانتصار. من تذكر من ذول المجموعة من زملائك اللي انت معتز بهم هواية؟ طبعا اي طبعا، دكتور ماهر مثل قلت، ثاني واحد محمد ورعد، ورابع واحد من الواقفين اليمين اني وهادي ورعد وابراهيم وليجا، والواحد ما بس الحارس المرمى من الجالسين صالح وغازي وعباس وكريم. اشوفك يعني الان يعني البسمه على وجهك من خلال الذكريات هاي الجميله. البسمه وال يعني الغبطه، قلت لك هذا صوره تعود الى 50 سنه اكثر. نعم. يعني اكثر. نعم. من 50 سنه. صحه وعافيه ان شاء الله طول العمر. صراحه يعني اريد اثبت هنا انه صراحه اللي دعموني بشكل كبير هم الاهل طبعا، وبالذات. نعم. اخوتي. كنت مختار لك مركز بالفرق الشعبيه مركز العاب. شو المفارقه، كانت اخوتي اثنينهم حراس مرمى اللي هو جبار فرحان وحميد فرحان. نعم. وكان مخصص لي انه يصير حارس مرمى ايضا. من سوى طولك ما شاء الله عليك. يعني لان ادرب وياهم صار عندي تمرد، قلت لهم لا انا كافي اثنين اخوان عندي حراس مرمى، انا اريد اصير لاعب. فدعموني بشكل كبير وحتى بالتجهيزات. اي مركز اختاريت غير حارس مرمى؟ بالبدايه بديت بالدفاع، قلب الدفاع. بعدين تدرجت صرت من انتقلنا الى شارع فلسطين. لعبت في فريق شعبي اسمه الطرق والجسور، كانوا يصورون انه مؤسسه. نعم. لعبت مهاجم. حلو. وايضا يعني بالمدارس الابتدائيه لعبت صراحه من صف رابع ابتدائي. نعم.
وكان من يلبس الدريس يطلع من الشورت. مدرسة الخزاعية والمتوسطة متوسطة. ذكريات جميلة كابتن. والثانوية الزهاوي. حضرتك من مركز شارع العظمية إلى كلية الإدارة الاقتصاد. نعم. في كلية الاقتصاد هل يا ترى لقيت نفسك إنه أنت الآن في مجال في آخر كلية؟ صراحة بعد الفرق الشعبية والمدارس الثانوية انتقلت إلى مركز شباب العظمية اللي هو كان ذاك الوقت يلعب بالدرجة الرابعة. كان مدرب عبد الله ولا منو؟ لا عدنان أتذكر اسمه عدنان. عبد الله كان لاعب صراحة ذاك الوقت. لهذا الحكي سنة 70 71. إذا خلينا نروح الكلية. الكلية اللي أقصد هل يا ترى كانت المفتاح الأول لبروزك كلاعب؟ يمكن أقول لك أني من الناس المحظوظين إنه من خلال الكلية انقبلت بالكلية عام 74. نعم. ومن السنة الأولى اشتركت مع فريق الكلية ومن أول مباراة دعيت إلى منتخب الجامعة. منتخب الجامعة. طبعاً منتخب الجامعة. أي صورة أيضاً مع منتخب الجامعة أعتقد. هذا منتخب الجامعة 76 بطولة جامعات العراق في البصرة فزنا المركز الأول. ومنتخب الجامعة مو نادي الجامعة. منتخب. يعني شوف بالصورة أول واحد حازم جسام. نعم. ويانا ايضا احمد صبحي ويانا ارهم برسوم ويانا حارس المرمى جلال عبد الرحمن بهاي البطوله. نعم. فمنتخب الجامعه يضم يعني معظم اللاعبين استغرب من اسماء هذول اصبحوا في لاعبين منتخب وطني. كلكم اصبحتوا لاعبين منتخب وطني. هذا منتخب وطني مو منتخب جامعه بس. نعم. نادي الجامعه لا يفرق. نادي الجامعه يمثل النادي اللي يلعب بالدوري. يعني انت نادي الجامعه نشوف نادي الجامعه الصوره أنا جامع الآن. هاي الأسماء اللي بقت في ذاكرتك كابتن. يعني مثنى حميد مثلاً. مثنى وميض مهدي واثق شاكر أسفل حسين سعيد جمال علي آني نزار ويحيى علوان الصغر. بس أول واحد من الجالسين أتصور جلال صالح لأنه ما جلال صالح. اللي هو أخو دكتور جمال. أخو دكتور جمال صالح صاحب الفضل الكبير علي كلاعب وكمدرب صراحة. اشتركنا وكنا صغار صراحة بالدرجة الثانية صعدنا إلى الدرجة الأولى عام 75 76. شوف هاي الصورة هنا أرقام عربي. هذه الصورة أعتز بها بشكل كبير لأنه صراحة تعيد لك الذكريات لو تلاحظ الأرقام بالعربي. ودوري العراق كان 75 76 آخر موسم إلى الأرقام عربي. اسمهم بالعربي. تحولت إلى فأنا هنا أنا أحمل رقم 7 لأنه كنت ألعب مهاجم للأمام. يعني مهاجم على اليمين أو على اليسار. من أول مدرب لكم بنادي الجامعة اللي تعتبره؟ أنتوا فريق اللي صعدتوا فريق الجامعة صعدتوا من درجة ثانية أربع فرق صعدتوا أنتوا والزورة. الزورة والاقتصاد و ديالة. نعم. مدربنا كان دكتور جمال صالح وكان يعني ايضا حديث بالتدريب لانه هو يعني كان لاعب في كان يلعب ويدرب اي لاعب ومدرب. شخصيته حلوه دكتور جمال. دكتور جمال مو بس حلوه وانما اخ وصديق يعامل اللاعبين كاخوان وما يبخل بشيء عليهم وكان قريب جدا جدا من اللاعبين لذلك اشوف اكو انسجام عالي بيناتنا وبينه. نعم. وحتى الكوادر التدريبية مثلك ما ذكرت أنه تقول صح فضل عليه نصيرك فضل كلاعب وكمدرب أيضا لاحقا. يعني كلاعب هو الخطوتين طبعا أنا كنت ألعب في دار وصاد اللي يدربنا كان طارق البدري هو اللي بأول مباراة اختاروني إلى منتخب يعني كان سامي الحجي على دار وصاد. نعم. كان المرحوم سامي الحجية. أي المرحوم سامي الحجية وفالح فرانسيس وخلف حسن أيضا كريم. فمن أول مباراة انسحبت قلت منتخب جامعة ومن ثم إلى نادي الجامعة اللي باشرنا في الدوري الدرجة الأولى يعني ما كان أكو ممتاز. عام 75 76. وصراحة أريد أذكر بعض الأسماء اللي أفتخر إنهم صراحة ولهم فضل كبير في صعود الفريق للدرجة الأولى ومنهم الحارس العملاق مثنى حميد. نعم. عبد الوهاب عبد القادر اللي صار مدرب لاحقا وأيضا جلال صالح اللي قلنا أخوه خلف حسن يوسف عبد الأمير ممتاز سعد جميل يعني نزار. لا تسمعي دكتور يعني كابتن عفوا
يعني اكثر لاعبين نادي الطلبه اصبحوا مدربين، يعني حسبهم تقريبا في 8 9 انتم مدربين. يعني انت حسين حتى اكثر. السبب صراحه هو انه دكتور جمال كان قلت يعاملنا كمدربين، يعني يقول انا يعني يشرح لنا، يعني اللاعب هو يثقف ميدانيا قبل التمرين اثناء التمرين بعد التمرين على واجباته وحتى بالمباريات، فيقول اذا ما يفهمني اللاعب ما راح يعطيني. فمعظمنا صار مدرب وهو هو لاعب، مدرب وهو لاعب. بعدين تحول نادي الجامعه الى نادي الطلبه، شنو السر اللي تحول من الجامعه الى الطلبه؟ يعني احنا صراحه بقينا 3 مواسم باسم نادي الجامعه. 75 76 77 77 78 هو تاسس النادي في نهايه 77. بس كان الدوري شغال، ما قدروا يغيرون الاسم الى نادي الطلبه الى 78 79. والسبب اكو سببين صراحه يعني الرئيسيه لهذا. اولا من ناحيه الشموليه الطلبه حتى يشمل حتى الثانويات. انا عندي لقاء ويا الاستاذ فوزي السوداني حول هذا الموضوع، خلينا نسمع الكلام الاستاذ فوزي ثم نكمل الحديث. حقيقه انه رغبه الاتحاد الوطني كمنظمه مهنيه كانت رغبه مبكره، لأن يكون نادي الجامعة هو يمثل الاتحاد الوطني ويمثل الطلاب باعتبارهم كمنظمة مهنية تمثل الطلاب على عموم العراق، كان هذا طموحهم. وأنا بداية تشكيل النادي جاني أحد أخ عزيز يعني من المكتب التنفيذي وطرح علي هذه الفكرة، قال لي أستاذ فوزي إنه هذا النادي احنا عندنا فكره انه يمثل الاتحاد الوطني. ليش؟ لانه الاتحاد الوطني يمثل الطلاب وفكره هذا تمام، الاتحاد الوطني يمثل الطلاب على عيني وراسي. قلت له انا بس بالنسبه لنا لا. قال شلون؟ قلت له اولا هم موظفين هذا بالدائره عندي، استغرب لانه ما كانوا يعرفون موظفين بالدائره. اثنين انه هم طلاب وطلاب جامعه، ومن حق المؤسسة اللي محتضنتهم واللي هي الجامعة انه يمثلوها ما دام هم طلاب بالجامعة، يخلصون الجامعة ذاك الوقت هو الطالب حر وين يروح خليه يروح، بس حاليا لا. لكن إضافة الى هذه انه احنا المباريات المشتركين بها او الدوري الموجود بالقطور هو دوري أندية، مو دوري منظمات مهنية ولا دوري مثلا طلاب، وانما دوري أندية. أنا ما عندي مانع أنه إذا صار لقاءات أو دوري سباق ما أعرف إيش للطلاب أو منظمات طلابية أو هم نفسهم يروحوا يمثلون نادي الاتحاد العفو، بس بهذا الشكل لا، هم نادي اسمه نادي الجامعة الرياضي. وإجا أكثر من مرة طبعا نفس الرأي كان، وبقى النادي نادي الجامعة لحين ما سافرت بال 77. الظاهر صاير اكو تلكؤ بموضوع الاهتمام بالنادي من الناس اللي مع كل الاحترام لهم بقوا يعني بالدائره، ف اللي استشفيته صاير تلكؤ بالاهتمام بالفريق بالرعايه. نعم، برعايه الفريق. فمما دافع انه المدرب وعدد من اللاعبين ملتقين برئيس نادي الطلبة يعني مرحب بالفكرة وهو رايدها، فذاك الوقت ضمهم إلى النادي واعتبروا نادي الطلبة الرياضي. بيشكل. احنا كجامعة عندنا علاقة مع اتحاد الجامعات العالمية اللي بطولة الجامعات تقام كل سنتين، فبال 79 جاية الدعوة، الأخوان بالنادي نادي الطلبة عارفين انه جت دعوه من جامعه بغداد، فاجوا طرحوا انه اكو هيك والمطلوب، قالوا المطلوب بما معناه نروح، بس تعرف يعني قد يعتبرها البعض شكليه او رئاسه الوفد تكون لواحد خارج عن الدائره. انا حقيقه رفضت، قلت لا، الدعوه هي للجامعه تشاركون تمام، بس رئاسه الوفد احنا
يعني هي جامعة. يعني فرق الجامعة. هي اسمها بطولة الجامعات. فعلى العموم أخيرا صار الرأي إنه أنا طلعت بيه رئيس وفد وهم الولد ويانا ورحنا إلى المكسيك شاركنا بيها. طبعا سمعنا الحديث الأستاذ فوزي السوداني وعبر عنا أن الظروف اللي هي حكمت على أنه يتبدل من نادي الجامعة إلى نادي الطلبة أن الظروف المادية والدعم المادي اللي كان معه وبنفس الوقت يقول لك أن الطلبة أنه يشمل كل طلاب العراق وليس جامعة حصرا يعني. أي نعم. إذن نعود إلى الله يحفظه ويخلي الأستاذ فوزي اللي هو كان مديرنا مدير رعاية الشباب في جامعة بغداد وإحنا كنا صراحة حتى لا ننتقل إلى نادي آخر عينونا وإحنا طلاب. نعم. أنا بصف ثالث كلية وحسين سعيد ونزار وجمال فكان هو مديرنا وهو رئيس وفدنا في بطولة جامعات. صورة جديدة لنا. هذه نادي الطلبة بعد ما تحول إلى الوجه الجديد لكم. أي نعم بعد ما تحول إلى نادي الطلبة وأكيد الناس كلها معظمها تعرف هاي النجوم. أول واحد من الأعلى حسين سعيد وحارس وآني ومعن وشاكر ومثنى ومن الأسفل عبدال أنا أشوف أنه نادي الطلبة شكل نقلة نوعية في تارك القدم من ناحية اللاعبين وعقلية اللاعب وثقافة اللاعب ومهارة اللاعب كل أشياء كانت صورة جديدة للكرة العراقية. نعم صراحة هذه كنا نحسها من خلال لعبنا بالدوري يعني حتى اللاعبين بالفرق الأخرى وخاصة فرق العسكرية وفرق الشرطة يعني قالوا أنتم أضفيتوا فد رونق وعبق وعطر للدوري وسابقا كان معظم جمهورنا صراحة لأول ما تصير مختلط يعني من طلاب وطالبات الكلية الجامعة والكليات يعني نعم. وحتى أثناء اللعب تعرف أنت يعني طلاب الجامعة أكيد في مستوى من الرقي من أكيد. التصرف من نعم. الحكمة فانعكس شكلا ومضمونا على الدوري على فرق الدوري أيضا. أول مباراة لعبتها مع الطلبة في ذاكرتك بالجامعة مو الطلبة خلينا نحكي على الطلبة يعني الجامعة خلاص خلينا نحكي على الطلبة هو من صار الطلبة احنا بعد أتذكر 78 انتوا افضل نتيجه حصلتوها انتوا بالجامعه المركز الثامن كان عندكم في الدوري من كان الدوري بس هنا الان اختلفت الامور جمهوركم صار غير شكل عندكم جمهور قوي اوسع نعم. صار يعني شو نقول فريق بدا يكسب الجماهير بدا يصير فريق جماهيري ايضا من صار نادي طب في نظرك شنو اللي خلاك شنو اللي خلاك تكسب جماهيرته اداء اللعب طبعا يعني اللي قدمتوه انتم حضرتكم كلاعبين موهوبين شباب جديد ناسكين يعني مرتبين يعني في عام 77 78 79 نادي الطلبه جديد وبسبع لاعبين في المنتخب يلعب بطوله الخليج او بطوله العالم بس هو كان يعني شكل شبابكم كنتوا حلوين شعر طويل زلف يعني طلاب جامعه يعني طلاب جامعه نعم فأيضا انعكس يعني نعم. قلت لك دكتور جمال انعكس على أداء اللاعبين نعم. والتزام اللاعبين قدرتوا أنتوا يعني توصلون إلى 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 صدارة الدوري في موسمين متتالية يعني هذا كان فضل حصلنا على الدوري إحنا طبعا قبل كان ثامن ومن هاي الصورة من الصور اللي حضرها لكم للطلبة نعم وبابا وياكم اي نعم 80-81 نعم فزنا بالدوري 80-81 مع عمو بابا و81 82 مع دكتور جمال ومساعدين كانوا عبد الوهاب عبد القادر وخلف حسن حصولكم على الدوري كان شكل نقله نوعيه قلت لك يعني وفاجئ الجميع انه ظهوركم بالمستوى العالي خلال فترة نعم خلال فترة بال 80 طبعا بال 81 كانت لكم مشكله انه انتم استاذ مهدي بدري انحاز لكم او الاتحاد تعاون ضد الفريق الاخر ولكن كانت هناك اكو هي انتم مساوين انتم والشرطه يعني بالنقاط نعم. واكو تعليمات وتعليمات ثابته وموجوده انه هي الفقره 25 من اللائحه اللي موجوده كانت هناك نعم. واللي وضحها استاذ مهدي بدري الله يرحمه بالتلفزيون نعم اللي اذا تعادل الفريقين فارق الاهداف يصير هو الفيصل الاهداف او ضربات الجزاء العفو ضربات الزاويه ثم اي بس هي احنا انحسمت مباشره بفارق الاهداف انتم مساوين 17 نقطه انتم 8 فوز والشرطه عندهم 6 فوز اي نعم
يعني نادي الطلبة كان عنده 8 فوز. نعم. نادي الشرطة 9. هذا الفارق اللي هو انتصادات الدوري لنادي مستوى إيه مستوى عدد مباريات الفوز. نعم. ولكن في بطولة الكأس شنو اللي صار؟ ويا الزوراء. الكأس ويا الزوراء صراحة. يبدو الزوراء كان يعني يريد يعوض خسارته وياكم. فريقين يلعبون كرة كانت صراحة حديثة ومتشابهة. فعلا. مستوى عالي. احنا بهاي المباراة ضيعنا فرص عديدة صراحة. أكثر واحد نزار هو ضيع هواية. فضيعنا فرص. نعم. وأكيد إذا ما سجل يسجل عليك. أكيد. وكان حلمنا نفوز بالكأس ويا الدوري بس ما صار هذا الحلم. حلو بس عوضتوا أنتم بالموسم الوراء اللي 81 هناك أيضا المرة الثانية اعتبر باللقوي وبنفس الوقت أصبح حسين سعيد ثاني هداف بالدوري بعد ثامر يوسف. ثامر يوسف. نعم. عنده 11 هدف يعني. نعم. وحسين سعيد بالنسبة له هو هداف الفريق وأيضا لاحقا صار هداف الدوري وهداف البطولات بطولات الخليج والعالم. أيضا كان أكو دعم لكم بالنسبة لكم أنتم دزوكم سفرة ترفيهية أعتقد على ما حصلت الدوري هاي. من حصلنا الدوري أول مرة 80-81 مكافأتنا كانت سفرة ترفيهية إحنا والعوال يعني كل واحد لو يجيب أمه لو زوجته له وصورك وصورة كانت يعني بعض الصور شفنا بالحوار الى بولونيا والى هولندا شفنا بالحوار مع الاستاذ فوزي الله يذكره بالخير انه شارك في بطوله العالم. هاي المشاركات تعتبر من المشاركات المهمه اللي نادي الطلبه في بطوله جامعه العالم. هذه البطوله تعتبر اولمبياد جامعي لانه بكل المسابقات. نعم. فاشتركنا احنا رغم ما كنا اسمنا نادي الطلبه بس مثل ما ذكر استاذ فوزي انه راح باسم الجامعة. جامعات العراق. جامعة العراق. اللي صارت في المكسيك وعام 79 أيضا. وقبلها كانت إحنا مشاركين في بطولة جامعات الفاتح في ليبيا. الفاتح يعني. في ليبيا بطولة ودية يعني. ودية بس أنتوا عندكم فوز حلو بالفاتح على 4-1 على منتخب. جامعة السودان. السودان. أي. وحتى على فريق يوغوسلافيا اتذكر يمكن 3 كان كل عندكم فوز ما عندكم خساره. اذا كانت المشاركه في بطوله جامعه العالم هاي البطوله انطت دعم حقيقي لتطوير امكانيه الفريق من الناحيه الفنيه والاداء والانسجام والعطاء. لانه تحتك بفرق عالميه يعني فرق من امريكا يعني لكن زامبيا المكسيك المغرب زامبيا اسيا سلفادور. وهذه البطولة ترى هي تعتبر تمهيد لأولمبياد لأولمبياد العالم يعني. ننتقل إلى المنتخبات كابتن. الآن أنت أول مشاركة استعداك بها المدرب هابل ل 77 ومنتخب الشباب. منتخب الشباب. نعم. ما صار لك بها نصيب. الإصابة كانت يعني هي شوية المانع للأسف يعني للأسف. بالإعداد قبل السفر صار عندي إصابة سافروا إلى إيران فازوا بالمركز الأول. هاي الصورة شوفها منتخب اللي زملائك اللي الشباب. نعم. أنا أسفل واحد إلى اليسار أول واحد من أعلى يمين أياد وسليم وحسن ومهدي والحارس حارس سلام سلام علي, سلام علي وعدنان درجال والأسفل من اليمين حسين سعيد وأمير وحسين العابي وهادي الجنابي وأنا. نعم. هذه أمام سيسكا في العراق. بعد ما رجعوا التحقت مع المنتخب سافرنا إلى قطر لعبنا مباراتين ودية فزنا على الشباب 3-1 شباب قطر وخسرنا 2-1 الصور مع كانت تحضيرية هاي اي تحضيرية. نعم. عندنا هنا لعبنا ويا قطر بال 77 28-11-77 30-11-77 لعبتين ورغم رجعتوا انتم مباشرة لعبتوا ويا سيسكا ويا سيسكا خسرنا 1-0 هنا المدرب هاي الصورة كانت نعم والمدرب نفسه ابي بس نعم. قاقا في وراها مباشرة استدعاك الى مباراة داربي كاونتري داربي كاونتي والمغرب المغرب فيعني هذه كانت أول دعوة لي لمنتخب العراق وصراحة يعني إحنا كنا صغار أنا وحسين وواثق وحتى أيادي أنا كان الكابتن مال الفريق دقلص عزيز من ضمن اللاعبين الكبار رحيم كريم وفلاح حسن علي كاظم راعد حمودي أحمد نجوم كبار نجوم كبار يعني نجوم كبار. وإحنا بعدنا شباب طلاب جامعة يعني فكانت دافع وحافز كبير انه يعني للتطوير والتقدم. نعم. وراها انت شاركت في بطوله مرديكا المنتخب
مرديكا. قبل مرديكا قبل ما الدعوه مال المنتخب رحنا الى مرديكا تقريبا شهر السابع، وحصلنا على المركز الثاني خلف كوريا الجنوبيه. هنا أنا شوف مرديكا نتائج مال مرديكا موجوده على الشاشه. اي نعم. يعني احنا لعبنا اندونيسيا و 2-0 وليبيا 0-0 وبورما 3-0 يحيى علوان هدفه اول هدف سجل حسين سعيد. مباريات ما خسرنا يعني بس بالنهائي خسرنا امام كوريا 1-0. تتعادلت اول مره 1-1 اول مره 1-1 وهاي نظام البطوله هناك مجموعه واحده تلعب مع جميع الفرق. وبالنهايه الاول والثاني يلعبون مباراه فاصله. اول هدف كان للكابتن حسين سعيد وعلى عبد الزهره، وايضا بعد تعادلنا 1-1 كوريا ايضا كان حسين سعيد، ولكن ضربه الجزاء هي اللي المباراه النهائيه لا فخسرنا 1-0 بهدف عادي. احنا تعادلنا اول مره تعادلنا في المباراه الاولى. نعم. بس المباراه الثانيه لا خسرنا 1-0 امام كوريا الجنوبيه. هذا الفريق نشوفه انه المدرب من الطلبه وسبع لاعب من الطلبه، انت 17 لاعب اساسا. 17 لاعب هنا المفارقه. شنو اللي صار يعني؟ المفارقه هاي الصوره هنا انا اشوفها. اي هذه المفارقه انه من نادي الجامعه 9 لاعبين اضافه للمدرب، والسبب انه البطوله اجت الدعوه سريعه وحتى من غير مباريات يعني ما عندنا يعني اعداد بسيط. واتذكر في كركوك كنا معسكر بسيط ومباراه يمكن مع نادي كركوك، لذلك المدرب اختار لاعبين من نفس الفريق اللي نفس الفريق الجامعه يعني ما عنده وقت ان ينطي افكاره لبقيه اللاعبين. نعم. وايضا كان ادائنا ووجودنا مشرف صراحه مع هاي المنتخبات، وايضا كان المساعد ويا اكرم سلمان. الله اكرم سلمان. ننتقل الى الدوري الاسيوي في بانكوك. عمو بابا هنا اسالك مره ثانيه. نعم. عمو بابا كان يعني 78 كان يعني صراحه شكر والتقدير الى انه دعاني اكثر من مره مع المنتخب في هذه البطوله الدوري الاسيوي في تايلاند، وحصلنا على المركز الرابع، وايضا الدعوات اللاحقه مع بطوله الخليج وبطوله العالم العسكريه. يعني شوف هنا أنا مثلا كابتن في بانكوك، يعني انتم ايضا قدمتم مستوى جيد بقياده المدرب المرحوم عادل البشير والمساعد مالته باسم مهدي، يعني فوزت على قطر، فوزت على كان عمو بابا العفو عمو المدرب بال 78 عمو بابا اول تجربه له كمدرب بعد خليجي. لا قبل خليجي 78 خليجي بال 79 خليجي 76 هو بالدوحه. بالدوحه كان مساعد مدرب داني ماكنن كان مساعد. لا لاول مره مساعد لاول مره مدرب يصير في عام 78. هاي التشكيله اللي هو اخذها طبعا رعد حمودي، فتح نصيف، حسن فرحان، واثق اسود. صراحه هنا هم اكو مفارقه، يعني احنا خسرنا مع كوريا على النصف النهائي ونزلنا نلعب على المركز الثالث والرابع، وخسارتنا امام كوريا كانت يعني ايضا بضياع فرص عديده. احنا فايزين على الصين بالمجاميع 2-0. نعم. بالمركز الثالث والرابع للاسف خسرنا 1-0، احتلينا المركز الرابع. نعم. هاي كانت تجربتك مع بابا. ايضا التجربه الثانيه هنا بعد الدعوه الثانيه خليجي بغداد. خليجي بغداد 79 خليجي الخامس في الثالث على الرابع. نيسان بالضبط. اي نعم. نعم. هاي النتائج. اي نعم. يعني النتائج 6 مباريات. نعم. معظمها فوز بارقام كبيره، وحسين سعيد سجل ارقام 10 اهداف. 10 اهداف وفاز بالبطوله، وايضا صاحب الرقم القياسي بعدد الاهداف في البطوله. ما دخل اهدافنا غير هدف واحد مرمانه. اي نعم. على حمودي بس. اللي هو امام الكويت اللي كانت اصعب مباراه مع الكويت كانت طبعا ذاك الوقت كان الند الرئيسي والحقيقي للفريقين هو الفريق الكويتي والعراقي. يعني مو الكويت كان بطل الدورات السابقه يعني وكان مسيطر على البطولات لانه ما مشارك بها العراق عدا 76. نعم. نروح بطوله العام العسكري ايضا 79 في بعدها في الكويت. الكويت هنا فاز العراقي بالمركز الاول طبعا بعد عده مباريات. في المباراه الاخيره امام منتخب ايطاليا انا اشتركت في هذه المباراه، فزنا بضربات الجزاء بعد التعادل. هذا النتائج الموجوده على الشاشه نشوفها كابتن. اي نعم. ف
حققنا المركز الأول في هذه البطولة. احنا صرنا مجموعتين، احنا حتى نلعب مجموعة الأولى اللي ضمت العراق والنمسا والبحرين، والمجموعة اللي الأخرى الكويت وإيطاليا والسنغال. وبهذه البطولة كان هدف فلاح حسن الخرافي صراحة اللي تحويله من هادي أحمد في مرمى النمسا، ورجع للخلف خطوتين ثلاثة وسدد براسه، هدف كان جميل جدا صراحة. كانوا يقفز عالي بالضبط، كانوا يسوي فاس بوري، حركة الفاس بوري، حركة الفاس بوري، يرجع للخلف. هاي الصورة الآن أيضا مع بعض اللاعبين. احنا بالجيش العراقي يعني من المنتخب العسكري. نعم. انت بعد انصابيت كابتن ورا البطولة، بعد ما عندك بطولة شاكت بيها؟ لك ويا المنتخب لا، يعني بالثمانين انصابيت. انصابيت سنة الثمانين. نعم. ورحت تعالج في ألمانيا ورجعت بشكل جيد واشتركت مع نادي الطلبة. طب انت كنت مصاب بالعالم العسكري، هم انصابيت انت؟ انصابيت آخر مباراة ويا إيطاليا، وحتى الإصابة كانت طرد اللاعب. هاي الصورة لك كابتن شوفها. اي هذه قبل شو اسمه في الملعب. اذا انت اصابت في العام العسكري بس تحملتها في المباراه النهائيه بس انا يعني قبل هاي الاصابه مال يعني القبل اللي مع. اذا تكررت اصابه عليك وكذا. بدت يعني بال 80 81 اتشافى والعب، اتشافى والعب الى 82 بعد ما فزنا بالدوري مرتين كافي يعني قلنا. اعتزلت في عام 82، تفرغت للدراسة والتدريس. روح إلى عالم التدريب كابتن، أنت تهجت للتدريب، كان يستهويك التدريب؟ يستهويك التدريب؟ صراحة أيضا هم مفارقة هنا. يوم من الأيام كنت أنا طالع مع العائلة وشفنا دكتور جمال في نادي الجامعين. نعم. وقال ليش ما تجي كريم بعد انقطاع حوالي 6 سنوات للدراسة والتدريس من 82 إلى 88. نعم. فأيضا كان صاحب الفضل بعد رب العالمين في عودتي للتدريب قال تعال إلى نادي الرشيد حتى تبدي أنت مع الفئات العمرية وتكون مسؤول عليها. ولاحقا فبديت بالتدريب عام 88 في نادي الرشيد. نعم. اللي أصبح بعدين هاي الصورة أنا هذه مع الأستاذ عبد العزاوي موجود من الناشئين. هذه كنت هذه مال الكرخ بس ايضا حزت على 3 بطولات دوري مع الناشئين الاشبال والناشئين. فسابقا كان اللي يفوز بالدوري يخلوه ضمن الكادر التدريبي للمنتخب، فاصبحت 90-91 ضمن كادر التدريبي لمنتخب الناشئين اللي كان يدربه الاستاذ التربوي عامر استاذنا لا قبل داود العزاوي لغايه 93. لك تجربتي مع داود العزاوي ومع عامر جميل. عامر جميل نعم. شو استفدت من التجربه؟ صراحه اثنينهم مدربين تربويين، اثنينهم كانوا مدربين على مستوى عالي فني وتربوي وعلمي. السؤال اللي الناشئين انه اكتشاف المواهب وهم هذا المهم هو بالموضوع. وبالذات استاذ داود العزاوي هو خبير اكتشاف المواهب ولاعبين عديدين ظهروا من تحت ايد استاذ داود العزاوي خاصه في التربيات. هو انا قصدي مدرب الناشئين الهدف الاساسي من الفريق انه يكتشف لنا المواهب. نعم. اللي حتى ترفد المنتخب الاولمبي والوطني. التجربه مع استاذ داود العزاوي. هاي الصوره ايضا مع الكابتن عامر. عامر جميل. عامر جميل. مع الناشئين اللي رحنا بالتصفيات في الصين والنهائيات في قطر. في قطر. عندك هنا أنا ايضا بعد ما هذا شاركنا بالتدريب عندنا هوايه مشاركات بالنسبه لك دكتور يعني. ايه عمر طويل. ايه عمرك طويل ان شاء الله. اول مشاركه خارجيه هنا عندك كانت مع عامر جميل في تصفيات ناشئات اسيا اللي هجرت بالصين. بالصين. تأهلنا من هناك وصلنا الى النهائيات في عام 94 هاي. نعم. بالنهائيات في قطر. دوحة. بالدوحة. نعم. نعم. ما توفقتوا بها؟ ما توفقنا بها. يعني تلعب في كوريا؟ المركز الرابع وما تأهلنا للأدوار الأخرى. بس اكو لاعبين برزوا فيما بعد يعني اتذكر اسم احمد عبد الجبار مثلا لاعبين. ايه احمد عبد الجبار، فراس عبد الحميد. فراس. يعني اسماء. بالذات احمد عبد الجبار بعدها انسحب الى منتخب الشباب والاول همينه.
ايضا 95 عندك مع وعند مدرب يمكن نادي الكاخ انت بعد عمو بابا؟ بعد عمو بابا بل احنا بقيت مع الناشئين، وايضا تكلفت بتدريب نادي الكرخ عام 95 الفريق الاول، الفريق الاول بعد عمو بابا الله يرحمه. الاحتراف، تجربه الاحتراف كيف تقيمها كابتن كريم؟ هل يا ترى المدرب العراقي كان له بصمه حقيقيه في دول عربيه مثلا في ليبيا والاردن؟ حضرتك تجربته الى ليبيا، ليبيا رحت الى ليبيا، وجدت نفسي صراحه كمدرب في ليبيا اكثر. ليش؟ لان بقيت ثلاث مواسم من عام 97 إلى 2000 مع الفريق، وبديت وأسست وحققت نتائج كبيرة معهم. هذا الفريق كان شفت هناك معاناتك يعني أو انسجمت وياهم؟ أي طبعا. هذا الفريق كان يبقى سنة بالدوري الممتاز وينزل ثلاث أربع سنوات. من أجيت بقى ثلاث سنوات في الدوري الممتاز ووصلت إلى المربع الذهبي، ولحد الآن ما نزل من الدوري الممتاز بعد ما كونت فريق من 12 لاعب من الشباب، ستة يلعبون أساسيين بالفريق الأول. حلو. وقام يلعب على مستوى الآسيوي أيضا، ولحد الآن أنا عندي تواصل وياهم، ما نزلوا من يومها يعني من 97. يعني كان تأسيس حقيقي. نعم، فريق شباب 12 لاعب شاب. الأخضر البيضاوي يعني هو. أي الأخضر البيضاوي. بعدها رجعت في الأردن 2001 دربت نادي الجزيرة، 2002 نادي ذات راس في الدوري الممتاز طبعا. نعم. وبعدها نادي العربي 2003، ثم رجعت إلى نادي ذات راس 2004. شلون تجربة بالأردن وليبيا؟ صراحة أنا قلت لك وجدت نفسي في ليبيا أكثر. ليش؟ لأنه ثلاث سنوات متتالية. بينما في الأردن موسم واحد، وموسم الأردن كان قليل. ليش؟ لأنه عدد الفرق قليلة، كان قليل. 10 فرق. نعم. فاتني أن أذكر يعني صراحة بليبيا تشرفت من أكون من مجموعة مدربين كانوا في ليبيا وتنافست معهم، يعني الأستاذ الكبير واثق ناجي كان موجود، كان موجود، أعتقد جلال عبد الرحمن كان موجود هناك، وجلال وحسن كمال، حسن كمال كان أي، وناجح رحيم أبو السماوة ومجموعة، وكان قبلنا أتذكر يمكن رحيم كريم أيضا. فترة طويلة. نعم. بعد هذه الدورات أقمنا إحنا مجموعة دورات في العراق صراحة، كنا في المحافظات يعني قبل الأحداث. الدورات انقطعت من عام 2002 إلى 2012، ماكو هناك دورات في العراق للأوضاع على أساس. فأنا كنت مدير مقرر اللجنة الفنية وبعدها مدير فني بالاتحاد. نعم. فكنت مدعو إلى مؤتمر في الاتحاد الآسيوي. نعم. فوقفت أمام الاتحاد الآسيوي قلت لهم أنت تدعون بالتطوير والهاي، وإحنا أبطال آسيا وصاروا 12 سنة ما عندنا دورات. حكمتهم بموضوع معين مدير الفني مال الاتحاد الآسيوي انحرج، فقال أمطيني شو تريد أنت؟ أنا كنت محضر كتاب لإقامة 18 دورة. الله. رأساً مباشر قلت له وقع قدام العالم. وقع. على خير. وقع. فعادت أول دورة عام 2012 دورة بي في النجف. حصلت من الاتحاد الآسيوي يعني بالعلاقات صراحة. نعم. دورتين تدريبية بي للاعبي المنتخب. من غير أن يكون حاصل على دورة. يعني عبرتم مرحلة. عبرتم مرحلة. دورة في النجف ودورة في بغداد. خطوة طيبة طبعاً دكتور. خلينا نروح أيضاً، أنت عملت مع الإدارات مع مدير للمنتخبات الوطنية. نعم. كثير من الأخوان ما يعرف شنو قيمة أو منزلة المدير الفني للمنتخبات الوطنية. المدير هو الإداري. مدير المنتخب أو المدير الإداري. صراحة. من أخطر المهمات هي مهمة يعني قسم يصور أنه فد شيء سورية بالضبط. راح أقول لك شنو موقع المدير الإداري في الاتحاد الآسيوي والدولي حتى الأولمبياد. من أخطر المهام هو مهمة المدير الإداري. المدرب إذا أخطأ ممكن يصير عليه هدف وممكن يخسر مباراة، بس الإداري إذا خطأ يخسر بطولة. صارت عندنا أكثر من مرة. بالنسبة للمدير الإداري الاتحاد
في البطولات والمباريات الاتحاد الدولي والآسيوي والأولمبي اللي يعني شايل باجاتهم. ما شاء الله باجات كلها دولية. أي جزء. اتحاد دولي. ما يتعاملون ويا أي شخص، لا رئيس وفد ولا مدرب ولا ولا ولا. يتعاملون فقط مع المدير الإداري. وصراحة صارت لنا مواقف عديدة لولا الفطنة والمتابعة كان إحنا مثلاً. بطولة كأس العالم للشباب في تركيا؟ في تركيا. نعم. قبلها كانت التصفيات في بنغلاديش. نعم. احنا صار امر في التصفيات، طبعا هواي امور تصير ما نوصلها لا للمدرب ولا لاحد، نحلها من غير. اتذكر في اول مباراة كانت اللي عندنا 2011 تصفية كأس آسيا بنغلاديش. في بنغلاديش. نعم. كان مدربنا حكيم شاكر. حكيم شاكر. طيب. فإحنا الفريق لازم يجي قبل 90 دقيقة إلى الملعب، وبالأول ما يوصل يسلم قائمة الفريق التشكيلة الأساسية والاحتياط ومدرب الفريق ومدير الفريق. حضرتك تقدمها؟ أنا أقدمها. نعم. بعد يعني ما المدرب أكيد انطيت القائمة ويجيبون إياها بالفورمة الآسيوية نازلة أسماء لاعبين ولاعبين الفريق المنافس. قبل دقيقتين ثلاثة من بدء المباراة جابونا الفورمة. أدقق يعني، هو هذا واجب المدير لازم يدقق. نعم. دققت الأسماء واللاعبين الأساسي. إحنا كان عندنا ضرهام إسماعيل 15. نعم. كنا مخليه أساسي بالتشكيل. نعم. لاحظت إنهم خليه بالاحتياط ومنزلين رقم 17 حسين. فقبل رحت على مشرف المباراة ووقفت المباراة، قلت له أنتوا ارتكبتوا خطأ وطلع الورقة مالتي اللي مقدمها أنا، شلون تخلونا؟ أنت متأكد من كل أمورك؟ طبعاً أكيد. يعني لو بادي المباراة وعندك لغة إنجليزية جيدة. نعم، هو هذا واحد من أهم الشروط لمدير المنتخب، هو أن يكون عنده لغة، ويفضل يكون لاعب سابق أو مدرب سابق. نعم. فرحنا الى المشرف، طلع القائمه، اعتذر، قال يعني لو بادي المباراه توقفت المباراه. نعم. اجبرتهم يعني؟ اجبرت المشرف انه توقف، انا عندي 15 اساسي 17 احتياطي. هذا موقف قوي. طبعا طبعا ممكن نخسر احنا المباراه. نعم. لو بادي المباراه نخسر المباراه اكيد. هذا دور. هذا واحد. واثنين صارت عندنا يعني امور اخرى في كاس العالم في تركيا اللي هي امتداد. نعم. طبعا بعد التصفيات فننطي النتائج حتى نروح الى تركيا للنهائيات. نعم. بالتصفيات احنا لعبنا بنغلاديش 6-0 والمالديف 9-0 وعمان 4-1 والعراق والسعوديه 3-2. هاي النتائج كانت مشجعه جدا طبعا. نعم. ورحنا الى النهائيات في قبل تركيا، رحنا الى النهائيات في الامارات، فاس الخيمه. ايضا لعبنا ويا كوريا 0-0، لعبنا ويا الصين 2-1، ولعبنا ويا تايلاند 3-0، وهنا ترشحنا الى حصلنا المركز الثاني بعد الخساره من كوريا الجنوبيه تعادل وبضربات احنا رحنا دور ثمانية لعبنا ويا اليابان 2-1 فزنا على اليابان، دور الأربعة فزنا النصف على استراليا والنهائي كانت مع كوريا 1-1 خسرنا بضربات الترجيح. رحنا الى تركيا الى كاس العالم، هنا هي كاس العالم اللي حضرتك انت الان لك دور بها، وايضا صارت لك مشكله هنا. نعم. ايضا مفارقه اكو كانت، احنا عندنا 5 لاعبين مع المنتخب الوطني وعندهم مباراه في استراليا ويجون الى تركيا لازم يلتحقون. احنا عندنا المؤتمر الفني قبل يومين من الاول مباراه للمنتخب، لازم يحضر قبل المؤتمر الفني يحضر اللاعبين حتى يشيكون الايديات والاسماء والى اخره، ويطلبون حضور اللاعبين. احنا اللاعبين مالتنا كانت مباراتنا يوم 23، المؤتمر 21، المفروض هم موجودين مباراتنا 23/6 مع انجلترا. اي نعم، المفروض موجودين اللاعبين 21/6. نعم. بحجوزاتهم والمباراه مسافه طويله، يوصلون يوم 22 يعني ما يلحقون بعد. فكانت يعني مشكله، ولولا العلاقات واللغة فرحت إلى اللجنة التنظيمية قلت لهم أنتم الخطأنين، هذه المباراة للمنتخب وإحنا فرق في آسيا وفي أفريقيا ممكن لاعبي الشباب يلعبون بالفريق الأول، فمخليها متزامنة. نعم. فراح ترجع عليكم إذا 5 لاعبين طبعا ينحرمون، المفروض ما يعطوهم أيديات. نعم.
فصراحة أنطونا وقت أخذ موافقة من الاتحاد الدولي، أنطونا وقت إضافي إلى ثاني يوم لحين ما وصلوا اللاعبين، وشون لاعبين هم صراحة خمس لاعبين يعني عدنان وضرغام وعلي فائز ولاعبين أساسيين وهمام طارق وأتذكر يمكن مهدي كامل أيضا كان. حلو موقف هذا حلو كان خصنا نروح إلى أيضا كابتن، حتى الوقت عندنا كلش ضيق راح يكون عندنا أيضا تصفيات كأس العالم تحت 22 سنة، كأس آسيا 22 سنة اللي كانت في مسقط واللي هي مؤهلة إلى البرازيل، عبرنا شوية للبرازيل. لا هذه كانت من الدوحة النهائيات، بس مال هاي مال مسقط فزنا بأول بطولة اللي تحت 22 سنة في مسقط. مال البرازيل هنا لعبنا هنا كم لعبه، لعبنا لبنان فوز 4-1 انا مال اي نعم، ولعبنا مالديف 7-1 نعم، ولعبنا البحرين عندنا فوز 2-0 وامام عمان تعادل. هنا كان مدربها علوان هذه بالتصفيات. تصفيات شنو يتغير تغير المدرب نعم. يحيى علوان طبعا بالمناسبه اتمنى الصحه والسلامه للكابتن يحيى علوان. اي والله اتمنى أيوة السلامه صحه والسلامه، لان اخ عزيز ومدرب قدير وكبير. كل في يحيى علوان بإدارة بتدريب المنتخب الأول. طيب. بعد هذه التصفيات إجا الكابتن غني عبد الغني شهد. نعم. اللي رحنا النهائيات في الدوحة. طيب. وصلنا إلى المربع الذهبي، خسرنا وعلى المركز الثالث والرابع فزنا على قطر. اللي صار في. في الدوحة. الدوحة. فزنا على قطر في المباراة الثالث والرابع المؤهل إلى أولمبياد البرازيل ريو دي جانيرو. احنا لعبنا ويا اليمن أوزبكستان. المباراة كم مباراة لعبنا بالمجموعة أول مجموعة بالمجاميع وتأهلنا النوب إلى دور الثمانية ثم إلى نصف النهائي، وبالمركز الثالث والرابع فزنا على قطر 2-1 وتأهلنا إلى ريو دي جانيرو. خلينا نتحدث على ريو دي جانيرو كابتن. الآن هنا أيضا أنت هنا لك دور حلو يعني ويا الكابتن عبد الغني شهد. نعم. في البرازيل. طبعا هي هواي أكو صراحة مواقف، بس يعني مشاركتنا في ريو دي جانيرو تعادلنا أول مباراة أمام الدنمارك، والثانية واللي تعتبر من أفضل المباريات مو بس عراقياً حتى عربياً تعادلنا 0-0 مع البرازيل مع نجوم العالم ونيمار كان الكابتن مالهم. عندك صورة ويا نيمار شفناها بالأرشيف أنا. أي ومع رونالدينهو أيضاً مع دونجا. المفارقة من رحت للقرعة وطلع البرازيل وياي كابتن غني للطرفة يعني يتمازح وياي قال لي جبت لي، قلت له إذا مو البرازيل أجيب لك الأرجنتين، فالبرازيل شوية أهون من الأرجنتين. حلو. بس بهذه البطولة صراحة يعني صح متأهلنا إلى الدور الثاني، بس قدم الفريق مستويات وكان عقلية الكابتن عبد الغني شهد أيضا عقلية يعني محترم، شخص يعرف يقرأ اللاعبين ويعرف شلون يدير المباراة وبأوقاتها المحددة ويعرف شلون يقفل الفريق خاصة دفاعيا والحصول على الفوز يعني سواء بكرات ثابتة أو نعم. احنا الوقت مر كل سريع جدا، أريد دقيقة واحدة بس نشوف اللي قدامك حتى نختم بها الحلقة. ايه صراحة هذه الميداليات اللي هي طبعا هي عمر طويل ما 50 سنة وحدة اعتز بيها صراحة. هذه انطانا اياها رئيس جامعة بغداد طه ابراهيم العبد الله بفوزنا او صعودنا الى الدوري الدرجة الاولى. هذه المركز الثاني، هذه المركز الثاني في مرديكة، هذه ميدالية كأس العرب كأس الخليج العربي، هذه ميدالية بطولة العالم العسكري العسكرية، هذه من كنت مدير كل سامي في ذكريات جميلة. نعم. هذه الكأس تحت 22،
هذه المركز الثاني للشباب ومن وراها وهاي اللي نعلى صدرك شنو اشتركنا خلص هذه للدوري احنا الوقت يكفينا هذه للدوري بطل الدوري هذه ثاني الدوري وهذه ثالث الدوري في احد المواسم ما شاء الله عليك اوسمه وذني اللي على شتفي هو باجي الاتحاد الاسيوي والاولمبي والاتحاد الدولي حلو ما شاء الله مسيره عمره وطويله كلمه اخيره ماذا اقول دكتور كلمه اخيره صراحه شكري وتقديري اولا الى عائلتي واهلي واخوتي وخواتي وشكري وتقديري الى كل من ساهم ودعم وساعد كريم فرحان لاعبا ومدربا واداريا ويعذروني اللي ذكرنا مجموعه اسماء ويعذروني اللي ما ذكرنا اسماءهم تحياتي وشكري وتقديري الى كل من عملت معاه أكيد. بهذا الجانب وخاصه أكيد. صراحه للامانه اقول واحنا يعني كلش شاكرين ونتمنى لك ايضا الشكر الجزيل اما وانا ايضا اشكركم بعد اشكركم انت استاذ صباح وكادر قناه الرياضيه وبرنامج كنوز الرياضيه واخيرا اهدي كتبي الرياضيه اللي الفتها للدورات التدريبيه وصراحه الوقت راح بسرعه يعني ما حسيت بي هذا كتاب عن اسس ومبادئ وتدريب كرة القدم وهذا كتاب ثاني شكرا جزيلا مدارس وأكاديميات كرة القدم وهذه تخدم المدربين في الدورات التدريبية وحتى في عملهم الميداني من خلال شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كابتن وشكرا توفيق ان شاء الله تقديركم جزيل الشكر اللي خليت سعداء مره ثانيه بحضورك نعيد الذكريات جميله الذكريات والاشخاص شريط حياتي من 50 سنة رجع أمام عمر طويل إن شاء الله الله يبارك فيك أحبة المشاهدين طبعا كان هذا اللقاء جميل وممتع مع نجم الطلبة الكابتن كريم فرحان نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته